السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مال الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة، الفرض اللي كيخص الدورة الثانية، الفرض الثاني في الدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. إذا كان درت معكم الفرض الأول، يعني النموذج رقم 1 من هذه مادة النشاط العلمي اللي كيخص المستوى الخامس، اللي باقي ما تفرج ليهش غادي يدخل الديسكريبسيون، غادي يلقى اللين تماك ويدخل ويتفرج، ولا بغى بي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب اللي غادي نخليه لكم في ديسكريبسيون وفي اول تعليق. اذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد نضم القناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناه، قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اذا نبداو على بركه الله الانجاز ديال هذه الانشطه. عندي 4 ديال الانشطه، 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه. اذا كما عودتكم انني كندير نشاط واحد باللغه الفرنسيه، وبعض المرات كيكونوا 3 ديال الأنشطة باللغة الفرنسية وفقط نشاط واحد باللغة العربية. إذا كنحاولوا ننوعوا في هذه الفروض اللي كتلقاوهم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا النشاط رقم 1 عليه نقطة واحدة، أركب جملة مفيدة باستعمال الكلمات التالية: الطيور، جنين، يتغذى، بعيدا، أمه، البيضة، عن، بمخزون. إذا غادي نحاولوا نكونوا واحد الجملة انطلاقا من هذه الكلمات اللي هما مفروقين. إذا غادي نحاولوا نكونوا واحد الجملة انطلاقا من هذه الكلمات هادو: الطيور، جنين، يتغذى، بعيدا، أمه، البيضة، عن، بمخزون. إذا نبداو أولا بيا يتغذى، يتغذى، إذا يتغذى، يتغذى، يتغذى من؟ يتغذى جنين، يتغذى جنين، ضربوا عليها، يتغذى جنين الطيور، يتغذى جنين الطيور، الطيور، يتغذى جنين الطيور بعيدا، بعيدا، بعيدا عن من؟ بعيدا عن أمه، بعيدا عن أمه، بمخزون البيضة، بمخزون البيضة، بمخزون ماذا؟ البيضة. وهذا الدرس اللي قريناه، أين ينمو جنين الحيوانات البيوضة؟ إذا قلنا بأن الجنين ديال الحيوانات البيوضة ينمو بعيدا عن أمه بمخزون البيضة، فهمنا؟ إذا يتغذى جنين الطيور بعيدا عن أمه بمخزون البيضة. ندوزو الآن النشاط رقم 2 واللي عليه 3 ديال النقط، تابعوا معايا دائما. نشاط رقم 2، أملأ الفراغات بما يلي. إذا غنملأ الفراغات بهذه الكلمات هادو. شحال عندي ديال الفراغات؟ عندي 1 2 3 4 5 6، 6 ديال الفراغات، وعندي 1 2 3 4 5 6، عندي 6 ديال الكلمات اللي غادي نملأ بهم. إذا كل كلمة في فراغ. حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى شي حاجة. اتحاد البويضة بحبة اللقاح يسمى، إذا اتحاد ديال البويضة بحبة اللقاح كيتسمى بواحد الظاهرة، وهو الذي يضمن نضج، نعم، نقل شي حاجة من المئبر إلى شي حاجة، يوصف بالأبر، إذا ظاهرة الأبر، الذي يتم بواسطة والرياح عموما. إذا حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة، إذا المبيض يتحول إلى ثمرة، إلى ثمرة، نعم، إذا حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة، ضربوا على ثمرة. اتحاد البويضة بحبة اللقاح، إذا من كتحد البويضة بحبة اللقاح شنو كيتسمى هادشي؟ إذا كيتسمى إخصاب، إخصابا، يسمى إخصابا، مفهوم؟ إذا الإخصاب هو داك الاتحاد ديال البويضة بحبة اللقاح، وهو الذي يضمن نضج، إذا هذا الإخصاب اللي هو اتحاد البويضة بحبة اللقاح يضمن ماذا؟ يضمن نضج، يضمن نضج البذرة. إذا ضربنا على ثمرة غادي نضربو على الإخصاب ثم البذرة، يضمن نضج البذرة، البذرة، مزيان. نقل ماذا؟ نقل حبات اللقاح من المئبر، إذا نقل حبات اللقاح، إذا نتكلمو على حبات اللقاح، نقل حبات اللقاح من المئبر، إذا المئبر هنا، من المئبر إلى ماذا؟ إلى المدقة، المدقة، داك النقل ديال حبات اللقاح من المئبر إلى المدقة، اش كيتسمى؟ كيتسمى الأبر، هي الظاهرة ديال الأبر، إذا الظاهرة ديال الأبر، ومنين كنقلو حبات اللقاح من واحد الزهرة، أولا من المئبر إلى المدقة، لأن المئبر هو اللي كيكونوا فيه حبات اللقاح باللون الأصفر، وكينتقلوا إلى المدقة، وهذيك كتسمى ظاهرة الأبر. الذي يتم بواسطة، إذا داك النقل ديال حبات اللقاح يتم بواسطة بعض المرات
الحشرات هي الحشرات، إذن يتم بواسطة الحشرات، وكذلك الرياح. إذن يتم بواسطة الذي يتم بواسطة الحشرات والرياح عموما، مفهوم؟ إذن حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة. اتحاد البويضة بحبة اللقاح يسمى إخصابا، وهو الذي يضمن نضج البذرة. نقل حبات اللقاح من المئبر إلى المدقة يوصف بالأبر، الذي يتم بواسطة الحشرات والرياح عموما. ندوز الآن للنشاط الثالث، دائما باللغة العربية، تابعوا معي. إذا النشاط 3 ل4 ديال النقط. أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا عندي واحد الرسم هنايا وعندي فيه فراغات هنا، إذا غادي نحاولوا نملؤوا هذه الفراغات بهذه الكلمات اللي كاينين هنايا. إذا هذه الكلمات هذو: حبات اللقاح، ورقة ويجية، وعاء، سويق، ورقة كأسية، مبيض، مدقة، وسودات، هما اللي غادي نملؤوا بهم هذا الرسم هذايا. إذا نبداو أولا من هذو اللي الفوق. إذا هذو اللي الفوق كيبانو بحال النقيطات. إذا هذو شنو هما؟ هما حبات اللقاح، صافي. إذا هذوك هما حبات اللقاح، سأكتب هنا حبات اللقاح، حبات اللقاح. إذا هذوك هما حبات اللقاح، غادي نضربو على حبات اللقاح. ثم ماذا؟ ثم كندوزو لهذو اللي طوال هذو. إذا هذوك هما السودات، أو لا، هذه مشى السودات، يعني هنايا هذا، أو تاني سودات آخر، يعني أسدية. إذا سودات، سودات. ندوزو لهذه، لهذه هي المدقة، المدقة. إذا رابعا هما هاد الأوراق اللي باللون الأصفر اللي كيبينو الأوراق التويجية. إذا ورقة تويجية، ورقة تويجية، نعم. إذا ضربنا على حبة لقاح، ورقة تويجية، المبيض، لا مازال، المدقة، السودات، نعم. ماذا أيضا عندي؟ خامسا عندي مبيض. إذا المبيض هو اللي كيكون هنا لداخل، مبيض الذي ينتج البويضات، مبيض، شال مبيض. ثم هاد الورقة الخضراء، هذا ورقة كأسية، ورقة كأسية، ورقة كأسية، مشات ليا. قولنا وعاء وسويق، إذا هذا يسمى وعاء، إذا وعاء، نعم. إذا حبات اللقاح، سدات، المدقة، ورقة ويجية، مبيض، ورقة كأسية، ووعاء. نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني دائما في نشاط رقم 3، أعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا العنوان المناسب لهذا الرسم هو أنه هذا الرسم هذا كيبين لنا أجزاء الزهرة. إذا أجزاء الزهرة، أجزاء الزهرة، نعم. ندوزو الآن للسؤال 3، أين يتجلى دور كل من السدات والمدقة في توالد النباتات؟ إذا السدات هنا والمدقة هنا، أين يتجلى دور السدات والمدقة في التوالد عند النباتات؟ إذا يتجلى بكون أن السدات أو لا الأسدية كيعطيونا حبات اللقاح، وأن المدقة كتعطينا البويضات، والالتقاء ديال حبات اللقاح بالبويضات هو الإخصاب، وذاك الإخصاب هو الذي يساهم في تحول المبيض إلى ثمرة بها بذور. إذا أولا نديرو السدات، السدات تعطي حبات اللقاح، والمدقة تعطي البويضات، البويضات، وعلى مستوى، وعلى مستوى المبيض يحدث اتحاد، اتحاد، إذن يحدث اتحاد، اتحاد ماذا؟ البويضات. إذن في المبيض كيتم الاتحاد ديال البويضات بحبات اللقاح، فيتحول المبيض، المبيض يتحول إلى ثمرة بها بذور، إلى ثمرة بها بذور، فهمنا؟ إذا السدات الدور ديالها أنها تنتج حبات لقاح، مدقة كتعطينا البويضات، وفي المستوى ديال المبيض، إذا هنا في المبيض كتلتقي حبات اللقاح بالبويضات فيحدث الإخصاب، فيتحول المبيض إلى ثمرة بها بذور. ندوزو للنشاط الرابع والأخير، تابعوا معايا دائما، والجدول هنايا. جيكخي فغي أو فو دوفون شاك فخاس، غادي نكتب صحيح أو خطأ في كل جملة. قبلت كل جملة، إذا كانت هذه الجملة صحيحة غادي نكتب فغي، إذا كانت خطأ نكتب فو. لا بخومييغ فراز، لو فوتوس دي زوفيبار سو ديفلوب دون لوف، يعني جنين الحيوانات البيوضة ينمو داخل البيضة. اسكو سي فغي أو فو؟ هذه صحيح، نعم.
إذا الجنين ديال الحيوانات البيضاء ينمو داخل البيضة. الجملة الثانية: لو كوردون أومبيليكال دي فيفيبار ناسيغ با لي بوزوان دو فيتوس. إذا هنايا لو كوردون أومبيليكال يعني الحبل السري ديال الحيوانات الولودة ما كيضمنش الاحتياجات ديال الجنين، وهذه خطأ. حنا كنعرفوا بأنه لو كوردون أومبيليكال اللي هو الحبل السري يضمن جميع احتياجات الجنين من غذاء وهواء إلى غير ذلك. لونيون دان نوفول افيك ان سبيرماتوزويد سابيل لا فيكونداسيون، يعني اتحاد واحد البويضه بحيوان منوي تسمى الاخصاب. صحيح فغي. نعم. لا كاتريام فراز: لو بولان اي نيسيسير على ترانسفورماسيون دو لوفير اون فروي. يعني حبات اللقاح ضروريه لتحول المبيض الى ثمره او لا الى ثمره بها بذور. نعم صحيح، لانه ذاك الاتحاد ديال حبات اللقاح بالبويضه يحدث داخل المبيض فيتحول، يحدث اخصاب ويتحول المبيض الى ثمره بها بذور. وبهذا غادي نكونوا كملنا هذا الفرض اللي كان كيخصنا منتج رقم 2 ماده النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي ضمن فروض المراقبه المستمره المرحله الرابعه الدوره الثانيه. كنت معكم من الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.